انا بناشد سياده الفريق السيسي والسيد رئيس الجمهوريه المؤقت عادل منصور ان ينجم التدخل في القضيه بتاعتنا. احنا ابسط، احنا طلباتنا بسيطه وتعبنا وخلاص من كل حاجه. طبعا المراجل برضه، طبعا المراجل بنشدوا التدخل سريعا في مشكلتنا. عايزين نرجع للشغل، عايزين نشتغل، عايزين ناكل عيالنا. ارجوك ارجوك ارجوك، انت قلت فوضناك وفوضناك، نفسنا بقى نفسنا نشوف النور على ايدك يا سارة المنشي. مشكلة